مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من العاصمة الأردنية عمان مازن أرشيد، خبير بالشأن الاقتصادي. سيد مازن، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إن تحدثنا حصرا عن تأثير الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد، إلى أي حد يسهم في حل المشاكل الاقتصادية وزيادة التنمية الاقتصادية؟ يعني هي فعلا جزء مهم من التنمية الاقتصادية المستدامة، بمعنى أنه هي جزء من التحول الكبير من الاقتصاد القديم التقليدي المبني على فقط على رأس المال على الأرض على العمل إلى الاقتصاد الجديد. الاقتصاد الجديد هو المبني على اللي هو اقتصاد المعرفة، اللي هو أيضا جزء منه إبداعي وله علاقة بالابتكار، وهو نقلة نوعية فيما يتعلق باقتصادات الدول خصوصا المتقدمة في بدايات أو منتصف خمسينات القرن الماضي، لما تحول الصناعة واستفادت من التطور التقني والاتصالات والإنترنت وغير ذلك من أمور في تسيير أو تسريع عجلة التقدم الاقتصادي على حساب القطاع الزراعي. طبعا احنا نسمع براءات اختراع وملكية فكرية، كل هذا أدى إلى زيادة الزخم في الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية بشكل عام. سيد مازن، كيف يمكن تفعيل هذا القطاع ريادة الأعمال والابتكار بما يصب في خدمة الاقتصاد؟ وهل اقتصاد أي بلد كان يمكن أن يزدهر وينمو بنمو ازدهار ريادة الأعمال والابتكار أم فقط الدول المتقدمة كما ذكرت حضرتك؟ هو أكيد لا يشمل فقط الدول المتقدمة، مثلا دولة مثل كوريا الجنوبية، تايوان، دول شرق آسيا. دول كوريا الجنوبية اللي أتت من حرب عالمية طاحنة تضررت بشكل كبير، لكن قامت بعمليات منهجية من أجل التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، اللي هو المعرفة بحيث يكون له دور في تعزيز النمو الاقتصادي اللي هو جزء منه مثل ما ذكرنا براءات الاختراع. يعني لو نقارن منطقتنا العربية للأسف مع دول العالم، لما نتكلم عن براءات الاختراع هنالك فقط في الوطن العربي حتى نهاية عام 2016 فقط 3000 براءة اختراع. لو نقارنا مع دولة مثل للأسف يعني نتكلم إسرائيل هنالك أكثر من 36 ألف براءة اختراع، نتكلم عن 12 ضعف. أسبابها لها علاقة بالمنهج التعليمي، التطور التقني، التحول الإلكتروني وغير ذلك من أمور طبعا بطبيعة الحال. سيد مازن، هنا دور الحكومات، الأفراد، الشباب في توظيف ريادة الأعمال والابتكار في القطاع الاقتصادي، وتقييمك لجهود الدول العربية في هذا الخصوص. يعني ذكرنا بأنه إحنا لا نزال الحقيقة فيما يتعلق بالجهود، صحيح أنه هنالك تحسن طرأ في وين كنا وين أصبحنا، ولكن لا نزال في مستويات متدنية، مستويات دون المتوسط العالمي. ذكرت لك مثال فيما يتعلق باختراعات براءات الاختراع، فنلندا ودول صغيرة سكانيا 5 ملايين نسمة في فنلندا، لكنها تمتلك النوكيا وشركات أخرى، حتى السيارات في بلجيكا ودول أخرى تمتلك أعداد كبيرة من براءات الاختراع لو جمعناها كلها على بعض في الوطن العربي. طبعا هذا بيعطيك مدى أنه التخلف فيما يتعلق بسلم الترتيب العالمي. إحنا بحاجة إلى تغيير المنهج في المدارس، الحث على البحث العلمي والاقتصادي، تغيير المناهج، التحول إلى التعليم الإلكتروني، وليس فقط من خلال الحفظ على يعني على ظهر قلب، إحنا بنسميه بالأردن هون البصم. إحنا بحاجة إلى تعديل هذا المفهوم حتى يساعد الطالب ويكون جزء من العملية الاقتصادية، اللي الابتكار والاختراع هو أساس النمو الاقتصادي بدلا من يكون فقط أمور أكاديمية بحتة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من العاصمة الأردنية عمان مازن أرشيد، خبير بالشأن الاقتصادي.